أنا خاطبة وخطيبي من الأردن وإلنا فترة خطبين، ما عم بقدر شوفه ولا هو عم يقدر يشوفني، ما بنقدر نزور بعضنا حتى إنه نعمل فرح وكل عيلتنا يحضروا، ما عم نقدر لأنه هو بالأردن وأنا هون. مع الحصار كل الأمور صارت سيئة جدا، فعم بحاول إنه بتمنى إنه الحصار يفك لحتى كل أمورنا تصير أفضل وأحسن. يعني لو رتب على الحصار طبعا حرجع على مهنتي طبعا النجارة، حيكون عندي طبعا محلات، حيكون عندي عدة، حيكون نظام لمواعيد الشغل، حيكون كل إشي متوفر إلي. أما هيك صعب إني بفكر شي نعمل أي مشروع في الوضع الحالي اللي فيه الحصار. بتمنى لو انتهى الحصار إني أقدر أسافر وقت ما بدي، ومش إني أقعد أستنى وأنتظر وقت كتير لحتى أسافر. في حالة رفع الحصار اليوم أو غدا إن شاء الله رب العالمين، أتمنى سرعة إمكانية تمكني من التصدير للخارج لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة والمساعدة في رفع أو في تخفيف البطالة الموجودة الهائلة الموجودة في قطاع غزة. علم إذا انتهى الحصار يفتحون البحر الغرب، خلي المركب خش اللي جوا ونصير زي العالم. إذا الواحد هو لقي ياكل في الدار، أنا إذا ما عندي 6 نفر من أطعمهم. إن الأنروا موجودة هنا لمساعدة أهل غزة على تحقيق تطلعاتهم بالرغم من الحصار المفروض عليهم والذي يدخل الآن عامه السادس. لقد عملنا بلا هوادة من أجل تخفيف أعباء الحصار عن كاهل لاجئي فلسطين. قمنا ببناء المدارس والعيادات، قدمنا خدمات الإقراض لأصحاب الأعمال التجارية بالرغم من عدم استطاعتهم تصدير بضائعهم. وحتى في الوقت الذي كانت تستعر فيه نيران الحرب فقد بقينا هنا نعمل جنبا إلى جنب سكان غزة، ولم يكن باستطاعتنا عمل كل هذا بدون الدعم الذي حصلنا عليه من المانحين من أمثالكم. في غزة فإن 20 دولارا يمكنها أن تحدث فرقا هائلا، سواء للمعلم أو المعلمة الذين يطلعون بالتزامات تجاه مستقبل شباب غزة والذي له علينا حق المساندة، أو للمزارع الذي يمكن لأبسط التبرع أن يجعل بمقدوره وبمقدورها القيام برحلة إلى السوق لبيع منتجات أرضهم مثلا، أو لواحدة من الأمهات اللواتي أصبح هناك عدد كبير منهن ممن يعتمدن على رزم الأنروا الغذائية لإطعام أطفالهن، ومثل الأشخاص الذين تحدثنا إليهم في شوارع غزة. فإننا نتطلع بأمل نحو المستقبل كما هم تطلعوا بأمل نحو مستقبلهم، ونحن نأمل بأن تكونوا جزءا من ذلك المستقبل وأن تقدموا تبرعا آخر. إننا نصبو لكرمكم وشكرا لكم.